نكمل بقى الجزء الباقي يا جماعة لينا، اللي هو بيتكلم على السل. ايه السل وايه هي عبارة عن ايه، تعريفها ايه، هو ده بقى اللي احنا هنقوله. هو طبعا هنا بيتكلم على السل بشكل جنرال، ده اللي احنا اخدناه في الاول خالص لما كنا بناخد في الهيومن بادي. نفس الكلام، السل جنرال اي سل في الدنيا عبارة عن ايه. It is the building unit of living organism body. حافظينها حافظينها. What is the cell? It is the building unit of the living organism's body. حافظينها. في تعريف تاني، وده بقى تعريف جديد هنقوله مع بعض ونشرحه. It is the unit of structure and function in living organisms. ايه معنى كلمة structure وايه معنى كلمة function؟ قبل كده يا جماعة، أول ما بدأنا الليسون النهاردة قلنا إن في بعض الليفينج أورجانيزم عندها جسمها كله عبارة عن وان سيل، يعني جسمها كله عبارة عن خلية واحدة. طيب الخلية دي هتعمل إيه ولا إيه؟ قال لك لا، ده الخلية دي هتعمل كل الفانكشن بتاع الليفينج أورجانيزم. علشان كده قلت إيه؟ إن الخلية تعتبر هي وحدة التركيب والوظيفة. ايه بقى وحدة التركيب والوظيفة؟ وحدة التركيب على اساس ان كل ليفنج اورجانيزم مركب او مكون من مجموعة من السيلز. امال ايه بقى الوظيفة بقى؟ قال لك على اساس ان هذه السيلز بتقوم بوظائف معينة، فاصبح كل سيل لها هي وحدة تركيب وفي نفس الوقت لها وظيفة في الخصائص او الاكتيفيتيز بتاعه الليفنج اورجانيزم بادي. فعلشان كده سميتها اسم جديد، ات از ذا يونت اوف استراكشر اند فانكشن. ات از ذا يونت اوف استراكشر اند فانكشن ان ذا ليفنج اورجانيزم. وحده التركيب اللي هي استراكشر والفانكشن الوظيفه، وحده التركيب والوظيفه بتاع اي living organism. كده يبقى عرفنا السيل جنرال. زي ما قلت لك في اول الليسون، انا اخدت الاول انواع الليفنج اورجانيزمز مالتي سيلولار ويونيسيلولار، وبعد كده قلت هل السيلز كلها زي بعضها، وجدت ان في خلايا اسمها انيمال سيل وخلايا تانية اسمها بلانت سيل. فالنهارده بقى هنبدا نشوف مع بعض دلوقتي كل خليه شكلها ايه، مكونه من ايه، وندرس كل خليه على حده عشان نفهمها. Now we will study، هندرس البلانت سيل والانيمال سيل. يلا ندرسهم كده ونشوف. اول حاجه البلانت سيل اللي احنا عرفناه من شويه، هو بص it is the building unit of the plant body. طب ما يا سير ده لسه حالا قايلينه، ولما قلت لك علم على الحته دي، it is the building unit of the plant body. تمام، هنبقى ندرس دلوقتي بقى ايه الستادي اوف بلانت سيل. وي ماست بريبير ا سلايد. كلمه سلايد يا جماعه يعني شريحه، شريحه اوف بلانت سيل، شريحه من البلانت سيل او من خلايا نباتيه. هنبدا ندرس الشريحه. طبعا انا الجزء ده كله انا مش عايز منه حاجه، ولكن هقول لك حتت معينه اللي هنذاكرها ونحفظها فيه. المفروض دلوقتي يا جماعه هنبدا ندرس بقى الايه البلانت سيل. طبعا زي ما قلت لك انا كل الموضوع في حاجات انا مش محتاجها، لكن انا هقول لك ايه الفكره بتاعه السلايد اللي هي الشريحه بتاعه البلانت سيل. طبعا عشان اعمل بلانت سيل اكزامينشن، افحص خلايا نباتيه، هجيب اونيون بلانت فورسيبس اللي هو مجفت وماجنيفايد لينس وميكروسكوب. دي الحاجات دي اللي انا محتاجها عشان اعمل سلايد اوف بلانت سيل. هعمل ايه؟ هبدا اخد، ركز معايا بقى كده، هناخد انتنرال ليف اوف اونيون. خلي بالكم يا جماعه، لما اجيب البصل واخد ليف ورقه من اوراق البصل واكسرها بايديا كده، بيطلع عندي حته او غشاء كده رقيق
يعني عامل زي التيشو كده، او عامل سيمي ترانسبيرنت، يعني بيبقى كده حاجه شفافه شويه. يعني انا لما اجي اكسر البصله، لما اكسرها كده، لما الليف نفسها او الورقه بتتكسر بيطلع منها كده غشاء رؤيه، هو ده اللي انا هاخده، ده اسمه ترانسبيرنت ابيديرمس، يعني البشره الشفافه. يعني عندي بكسر بيطلع مني كده حته رقيقه قوي، هي دي اللي انا بحطها على السلايد. بصوا معايا كده، دي عباره عن الحته المربعه دي عباره عن شريحه زجاجيه. بصوا معايا كده، دي كده، دي شريحه زجاجيه، الحته دي كده اللي هي كانت هنا دي اهي، دي كده شريحه زجاجيه. عامله ايه الشريحه الزجاجيه دي كده؟ عامله طويله كده زي صباعك كده، بس زجاج شفاف، بحط عليها هذه الترانسبيرنت ابيديرمس اهي. حته من الليف بتاع الانيون بتاع البصل، واحطها زي ما انت شايف كده. وبعد كده احطها فين يا جماعه؟ ابدا احطها على تحت الميكروسكوب، احطها في ميه. لما ابصها تحت الميكروسكوب بقى اشوف عليها، اشوفها الاقيها واخده الشكل ده. كل واحده من دي خليه، كل واحده من دي خليه، يبقى كده الابيديرمس او الترانسبيرنت ابيديرمس يعتبر كانه عباره عن تيشو. لما خدت هذا التيشو وبدات اشوفه تحت الميكروسكوب، اللي هو طبعا ليه؟ لان البلانت يا جماعه سيل او الانيمال سيل حاجه رقيقه جدا جدا وصغيره جدا جدا، ما اقدرش اشوفها بعناية العاديه، نيكد اي، كلمه نيكد اي يعني العين المجرده بتاعتك. امال اشوفها ازاي؟ قال لك والله عشان تشوفها لازم لك مايكروسكوب، والمايكروسكوب زي ما انتم شايفين زي ده اللي بنشوفه دايما في معامل التحاليل، هو عبارة عن ايه؟ جهاز بقدر اشوف بيه الاجسام الصغيرة التايني قوي اللي عينيا ما اقدرش اشوفها بيها. يعني البكتيريا اللي انا ما اقدر اشوفها بعينيا، لا اقدر اشوفها باستخدام المايكروسكوب. فالمايكروسكوب جهاز بيكبر لي الاشياء التايني قوي الصغيرة جدا اللي كانت سين باي نيكد اي، ما اقدرش اشوفها بعينيا المجردة، فبستخدم الميكروسكوب علشان اقدر اشوفها بيها. اهو هنا بقى الشكل ده اللي انا هشوفه تحت الميكروسكوب، وكل واحدة من دي تعتبر سل، كل حتة من دي كده دي كده سل، عامله بالظبط زي الطوب. وزي ما قلت لك قبل كده ان قالب الطوب يعتبر ذا بيلدينج يونت اوف ذا هاوس، وحده بناء اي هاوس او اي بيلدينج هو قالب طوب. بالنسبه لي الليفنج اورجانيزم هي السل، ذا بيلدينج يونت اوف ذا ليفنج اورجانيزم بودي هي السل، سواء كان ايمن سيل بتاع الهيومن والانيمال، سواء البلانت سيل بتاع البلانت. نكمل مع بعض. دي البلانت سيلز، دي خلايا النباتيه. المفروض بقى انا هخش جوه الخلايا النباتيه دي واشوف بقى عباره عن ايه او مكوناتها من ايه. طب الاول نرجع تاني لموضوعنا، ايه اللي انا عايز احفظه من هنا يا سير؟ كل اللي احفظه هنا، سيبك من ريموف ذا انتينال ليف اوف اونيون بلانت، سيبك منها، انا هحفظ هنا الحته دي ريموف ذا ترانسبيرنت ابيديرمس ميمبرين. اهي الحته دي، يعني ايه؟ هننزع او هنشيل الترانسبيرنت ابيديرمس ميمبرين اللي هو الغشاء البشره الشفاف، الحته الشفافه. ادي البصله قطع منها، خد ليف ورقه وشد من الورقه اللي هي الترانسبيرنت يعني شفاف، ابيديرمس يعني البشره، ميمبرين يعني الغشاء، يبقى غشاء البشره الشفاف هو ده اللي انا هحطه على السلايد، وكلمه سلايد يعني شريحه، كفرد وكفرد سلايد يعني غطاء الشريحه. بحط هذه الابيديرمس وبعد كده احط عليها دروب اوف ووتر، ولا يهمني كل ده، انا اللي عايز اعرفه انا استخدمت ايه على اشوف، عشان اشوف البلانت سيل هتقول لي ترانسبيرنت ابيديرمس ميمبرين، ترانسبيرنت ابيديرمس ميمبرين غشاء البشره الشفاف،
ترانسبيرنت ابيديرمس ميمبرين، هو ده اللي عايزك تحفظه من كل الاكتيفيتي ده. علشان كده كلمات الاكتيفيتي مش مهمه بالنسبه لنا. اول حاجه يونت اوف ستراكشر اند فانكشن، دي وظيفه او تعريف السيل. تاني حاجه بريبير، يحضر، ماشي هنحفظها. فورسيبس مش عايزها، سلايد نحفظها، كفر اوف سلايد مش عايزها، اونيون بلانت طبعا هنحفظها حافظينها، ترانسبيرنت هناخدها، انتنرال ليف هناخدها الورقه الداخليه بتاعت الاونيون، وكلمه ايبيدرمس. يبقى هنا اللي انا عايزه ازاي بقدر اعمل اكزامينيشن فحص للبلانت سيل باستخدام اهو تاني اللي انا عايزه اهو باستخدام ذا ترانسبيرنت ايبيدرمس ميمبرين. يبقى انا عشان اشوف البلانت سيل بستخدم ترانسبيرنت ابيديرمس ميمبرين، غشاء البشره الشفاف بتاع الاونيون. بس كده، ده اللي انا عايز تعرفه. وهذا الترانسبيرنت ابيديرمس ميمبرين يمثل نوع من انواع التيشيو. يعني لما اقول لك اديني اكزامبل كده يا ابني لبلانت تيشيو، تقول لي بلانت تيشيو، ايوه يا سيدي اخدته الترانسبيرنت ابيديرمس ميمبرين، غشاء البشره الشفاف، ده يعتبر اكزامبل، مثال على التيشو اوف بلانت، وده اللي انا هعمل له اكزامينيشن على الميكروسكوب واقدر اشوف مما يتكون التيشو. لقيته عباره عن سيماتريك او سيميلر سيلز، خلايا متماثله، ودي اللي انا شفتها تحت الميكروسكوب. تمام، عرفنا بقى يا جماعه البلانت سيل، عرفت ازاي بستخدم او بعمل اكزامينيشن فحص للبلانت سيل باستخدام الليفز او الترانسبيرنت ابيديرمس ميمبرين، غشاء البشره الشفاف بتاع الاونيون بلانت. يلا نشوف بقى كده الانيمال بقى. طب انا هنا بقى اشوف الانيمال ازاي، هنا تو بروف ذات، ده لسه في البلانت، اسف. البلانت سيل ميد اب اوف سيميلر يونت اوف سيلز، برضه ممكن استخدم الماجنيفاينج لينس، بيسموها العدسه المكبره. العدسه المكبره يا جماعه انا بشوف بيها السيل من بره الشكل ده كده، لكن الكومبوننت بتاعتها، المكونات اللي جوه السيل، انا بعد كده بقى هخش جوه السيل دي. يعني يا جماعه بصوا معايا هنا كده، كل واحده من دي، من هنا اهو، من دي كده، كل واحده من دي عبارة عن سيل، دي سيل ودي سيل ودي سيل ودي سيل ودي سيل، كل دي سيلز. دي كده أنا شفت السيلز من بره، لكن لما أجي أخش جوه السيل وعايز أشوف الكومبوننت اللي جوه السيل، وطبعا كلمة كومبوننتس يعني مكونات، لما أشوف جوه لازم أستخدم حاجة اسمها كومباوند مايكروسكوب. كومباوند، وكلمة كومباوند مايكروسكوب يعني مايكروسكوب مركب. مايكروسكوب مركب يعني مايكروسكوب بيكبر أكتر وأكتر وأقدر أشوف الحاجات اللي جوه السلة، بسميها أو بسمي هذا النوع كومباوند مايكروسكوب، يعني مايكروسكوب مركب. تمام، بيقول لي والله تعالى بقى هنا بيقول إيه، تعالى نشوف كده مع بعض، برضه هنحط ايدينا على الحاجات الامبورتانت بس. examines one of the similar units of، حاجه اسمها، ركز معايا بقى هنا، by the compound microscope، وده بيسموه الميكروسكوب المركب. واضح جدا من اسمه ان هو ميكروسكوب قوي قوي، بيكبر لي الحاجات اكتر واكتر واقدر اشوف مش السيل بس من بره، لا اقدر اشوف الكومبوننت بتاعتها اللي جوه السيل، فبسميه كومباوند مايكروسكوب. بعد ما شفت هذه السيل باستخدام الكومباوند مايكروسكوب او الميكروسكوب المركب، شوف بقى اللي هحفظه بقى، الاوبزرفيشن، ذا بلانت سيل كونتين ميني كومبوننتس، البلانت سيل مكونه من مجموعه من الكومبوننتس، مجموعة من المركبات أو المكونات. إيه المكونات دي؟ ده اللي جوه السل، مش السل من بره، اللي جوه السل. وتعال نشوف يبقى ده كيب، اللي أول حاجة أحفظها اللي أعرفه إن أي بلانت سيل كومبوزد كونتين، تا
تحتوي على ميني كومبوننت. كلمة ميني كومبوننت يعني العديد من المكونات. ايه هي؟ ده اللي انا بقى باستخدام، ركز معاه تاني، باستخدام هذا النوع من الميكروسكوب اللي هو كومباوند ميكروسكوب، الميكروسكوب المركب، هقدر اشوف بيه هذه الكومبوننتس، هذه المكونات بتاعت السيل، واقدر اشوفها بهذا الجهاز. يبقى اول حاجه هعرفها ايه هو الكومباوند مايكروسكوب. ده الميكروسكوب اللي بقدر اشوف بيه مكونات السيل من الداخل. تعال نشوف بقى الكونكلوجن، ايه اللي استنتجته بقى من هذا الاكتيفيتي. The plant tissue، النسيج بتاع البلانت، composed of، مكون من، similar units، وحدات متشابهة، as البلانت سيل، known as بلانت سيل. كلمة known as بلانت سيل تعرف بالبلانت سيل. يبقى هذه التيشيو مكونة من وحدات متماثلة، symmetric بمعنى similar، الاثنين واحد، symmetric units called بلانت سيل. وير؟ حيث كل سيل من دي مكونة من حاجات تانية بسميها ميني كومبوننتس أو سيل كومبوننتس، وكلمة سيل كومبوننتس يعني مكونات الخلية. هو ده اللي أنا عايز أعرفه من الجزء ده. اللي جاي بعد كده بقى هبدأ أشوف إيه هي المكونات اللي جوه دي. هبدأ أفحص بلانت سيل باستخدام الكومباوند مايكروسكوب، الكومباوند مايكروسكوب، الميكروسكوب المركب. هو ده بقى اللي انا هبدا استخدمه في ان اشوف المكونات اللي جوه البلانت سيل، واعرف ان البلانت سيل مكونه من ايه. ده بقى الجزء اللي جاي ان شاء الله هنقوله ليتر في السيشن الجاي. هذه هي البلانت سيل، وعايز اعرف بقى ايه مكوناتها وكل حاجه من هذه المكونات ايه وظيفتها. الموضوع سهل جدا جدا جدا. تعال نشوف الاكسرسايز ده. اي نعم هو محلول، لكن نشوف كده نفهم ايه اللي هو قصده بيه. اي جروب اوف سيميلر سيلز، طبعا جروب اوف سيميلر سيلز يعمل تيشو. طب ذا بيلدينج يونت اوف بلانت بودي، بيلدينج يونت اوف بلانت بودي، وحده بناء البلانت بودي، طب ما هي اسمها البلانت سيل. طيب الروت، الجذر، ستيم، الساق، الليفز، ده عباره عن ايه؟ قلنا عباره عن organs of the plant body، ده عباره عن اعضاء من جسم البلانت. هو ده الاكسرسايز. تعال نشوف الكلمات. examine او examine، ساعات بيسموها examine، examine يعني يفحص، compound microscope يعني ميكروسكوب مركب اللي احنا قلنا بشوف الكومبوننت الداخليه، magnifying lens عدسه مكبره، component اللي هي مكونات. ده اللي هتحفظ.